هلا شباب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد ولعبة جراند الحياة الواقعية. قبل ما نبلش هذا الفيديو يا شباب، بتمنى منكم تنزلوا تحت تحطوا لنا لايك، تشتركوا بالقناة، تزبطوا لنا الوضع، كل واحد ينزل يكتب تحت 10 تعليقات على اساس انه الفيديو يضرب ترند ونظبط الوضع والسيستم. عندنا اليوم يا شباب فيديو راح يكون اسطوري معلم. شو بدي احكي لك؟ هو عبارة عن تفتيح باكجات، ولا هو عبارة عن استعراض السيارات اللي صارت عندي، ولا هو عبارة عن ندور على بيت؟ فالفيديو صراحة راح يكون اسطوري ومنتج مونتاج اسطوري باذن الله، وبحيث انه اعطيكم الزبدة داخل المقطع. فقبل ما نبلش هذا المقطع مثل ما قلت لكم لايك شير سبسكرايب، وهلا خلينا نبلش بالمقطع. طبعا يا شباب هاي الحلقة الثالثة الي بلعبة جراند الحياة الواقعية. اللي ما شافش الحلقتين الاولانيات راح احط لكم رابط قائمة تبعت اللعبة موجودة تحت رابط التسجيل داخل السيرفر، برضه بتلاقوه باول رابط بالوصف. فنيجي يا شباب حاليا على السيارة. طلعوا معلم الام 3 اللي انتم بتعرفوها اللي معدلة اللي ورجيتكم اياها قبل. عندكم كمان هون سيارة الزوبة، هاي اشتريتها الصغيرة اللي بتشحط حلوة يعني صراحة، 13000. الاودي طبعا يا شباب، الاودي هاي اللي ربحتها 5.5 مليون سعرها، ربحتها بالحلقة السابقة. البي ام اكس هذا اعطوني اياه من الباتل باس بالتحديث الجديد، وهاي سيارة المرسيدس بنز سي كلاس سعرها 500.000 اللي حصلتها لما لعبت 50 ساعة. صح انا لعبت 50 ساعة خلال اسبوع اللي كان اول اسبوع، فحصلت هاي السيارة من خلال لعب الخمسين ساعة. طبعا يا شباب احنا حاليا طبعا راح اطلع السيارة، او راح نطلع سيارة البي ام ونروح نلفلف فيها، وبنفس الوقت راح نفتح باكيجات بمكان اسطوري. فالفيديو هذا مثل ما قلت لكم راح يكون اسطوري. طلعوا هالبي ام، طبعا يجوز انا من قبل ما سوقتها معكم ما جربت اسوقها، لانه اجيت قبل بدي اسوقها وما زبطش لانه كنت عرضها للبيع. طبعا الى الان انا صراحه نفسي ابيعها لانه صراحه مضطر على مصاري، بس ان شاء الله راح نبيعها قريبا. طبعا يا شباب ربط الحزام، لازم نربط حزام. بدايه احنا راح نروح على مكان حلو ونفتح فيه الباكيجات اللي معنا. طلعوا يا شباب ما شاء الله سرعتها وصلت تقريبا 220 220، ولسه انا مش داعس فل يعني. ننزل حاليا من السيارة، اللي بده يشتريها يكتب لي تحت بالتعليقات، انا بالسيرفر الاول. راح حاليا يا شباب نسحب كل المصاري نخليهم معنا بالسيستم على اساس انه ما نخربشش الوضع. 9500، سحبتهم حاليا معاي المجموع الكامل 1,423,000. ان شاء الله هذا الفيديو راح نحاول نطلع يكون معنا 5 مليون اقل اشي عشان نفتح، عشان نشتري بيت مرتب ويكون البيت اسطوري. بداية خلينا نبلش بالجرايند بوينت. معاي 64 عملة اللي فتحت منهم الحلقة السابقة، راح نفتح حالي منهم، بعدها راح ننتقل ونفتح بالدولارات. خلينا اول اشي نجي نفتح من هذه السيارة، راح اضرب يا شباب 9 ضربات منها. الضربة الاولى لعيونكم، بسم الله الرحمن الرحيم، معقول تطلع لي سيارة؟ ان شاء الله يا رب. خيوط. الضربة الثانية يا شباب لعينكم، روح. طبعا شباب لايك شير سبسكرايب. الضربة الثالثة حاليا بدي سيارة، بليز تعطوني سيارة. الضربة الرابعة يا شباب اضرب، بليز سيارة. والضربة التاسعة حاليا طبعا كسبت انا 50,000 لانه فتحت 10 ضربات. طبعا حاليا يا شباب ضربنا من هذا الباكيج 9 ضربات، للاسف ما طلع ليش اشي. راح نيجي نضرب كمان من هذا الباكيج عشان برضه نحصل على 25,000 الموجودين هون. فنحكي بسم الله الرحمن الرحيم، او هن بالاصل مش جزمان لا نقدر نلحقهم، مش قصه. خلينا نضرب يا شباب من هذا الباكيج، ليتس جو، ان شاء الله يكون الحظ اقوى. شباب بس بدي سياره او بدي مصاري، انا بس بحاجه لسياره او مصاري. نضرب حاليا الضرب الثاني من هذا الباكيج، والله لازم تظبطوني، بجمع فيهم تجميع عشان بالاخر روحوا هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الضربه الرابعه، ليتس جو سيارة. شية 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 الاودي اي 6، شي هاي الاودي اي 6 وينها؟ هيها ان شاء الله يا رب تطلع هيك السعر هيكون مرتب او اقل ما فيها يعني. طبعا اخر ضربة كسبتها طلعوه، ضل معي 3 يعني ما بقدرش افتح فيهم باكيج. كسبتها يا شباب اخر ضربة، هي اول سيارة طلعناها هذا الفيديو. نيجي يا شباب حاليا نفتح بالدولارات، مثل ما شايفين معاي 106، المفروض هن اصلا يتحدثوا يصيروا 121، هي وصلوني وصلوني صاروا 121. تمام شباب انا عملت عملية بحث على الباكيجات، شفت افضل باكيج نفتح فيه عشان نطلع مصاري وسيارة فيه اسطورية حقها 12 مليون باكيج الرولز رايز هاي، راح نضرب منها. وطبعا للعلم اذا ضربنا 10 ضربات راح نحصل على مليون،
مثل ما شايفين تحت، فأنا بالأصل معاي 121، يعني بضرب فيهم 10 ضربات بالضبط. فراح نحاول بهالعشر ضربات نحصل السيارة وأقل سعر بيطلع لي 200 ألف. فنحكي ليتس جو على الضربة الأولى يا مراد. بسم الله، يا رب يا رب يا رب يا رب، 200 ألف. ليتس جو، يعني مش نوت باد، مش سيء. شباب مثل ما قلت لكم انا بلشت الفيديو بمليون واربعمية الف، راح اشوف كم راح انهي الفيديو. الضربة الثانية طبعا بيطلع لي صوت التك، هذا يجوز انه مصاري يعني، وهيك 200 ألف برضو. شو مال الحظ هذا، لازم نرقص. ثواني يا شباب، لازم نيجي نرقص لنا رقصة ونروح نفتح الباكيج. اللاعب ما بيجيش الا بالرقص. ليتس جو، برضو مصاري يا اخوان. بدنا سيارة مرتبة تكون بليز يعني 700 ألف. ليتس جو ليتس جو. طبعا اعطوني مليون على 10 ضربات. شو طلع لي، شو طلع لي؟ 400 ألف. ما طلعت ليش السيارة. يلا مش غلط يا شباب، يعني محاولة صراحة مش سيئة كانت، بس لأشوف المصاري حاني نفسي أتفاجأ بالمصاري. 5,900,000. ليتس جو. طبعا تقريبا 6 مليون، يعني أنا بلشت بمليون ونص، قول هي مليون، هي تقريبا 6 مليون، يعني جبت 4,500,000 من تفتيح الباكجات، وجبت سيارة. راح نروح نستعرض السيارة حاليا. طبعا شباب أنا حاليا بدور ده اشتري بيت حقه تقريبا 8-9 مليون، فصراحة قلت أفضل إشي تفتيح الباكجات عشان أجمع مصاري. مثل ما شايفين هاي كيو 8، هاي اي 6، اودي اي 6. نعمل لها حاليا تنزيل نستعرضها ونشوف سرعتها ونشوف سعرها. نزلناها، قول لي هاي معلم وسخة السيارة، هاي ما بتلزمش صراحة، يعني من شكلها مبين عليها إنها وسخ. طب كيف صارت؟ حتى البنزين تبعها مستعمل، طالعت لي باكج وسخه والبنزين تبعها مستعمل. طب اسمع، راح نستعرض نشوف سرعتها، بعدها راح نجي ونقيم سعرها، نشوف نحاول اضفر سعرها، اشوف بعرف اشوف اطول سعرها ولا لا. فنحكي ليتس جو، بس اموت افهم كيف البنزين تبعها مستعمل. والله شكلها يا شباب صاروخ. نحكي ليتس جو ونربط الحزام، بلاش حد يضرب فيي. اهو ولعت، طلعوا يا شباب السرعه كم بتوصل. الكيو 8 اللي عندي بتوصل 220. هاي السيارة لحديت هلا واصلة 240، واصلة يا شباب ما شاء الله سرعتها 240. طب خلينا اروح ارجعها ونشوف سعرها. فخلينا يا شباب حاليا نجيب السيارة هون، خلينا ننزل نشوف كم سعرها. انا بتوقع هذيك كانت 5,500,000، هاي مش عارف اذا احداث او لا، يعني حديتها اغلى سيارة عندي 5,500,000. هاي كم تتوقعوا؟ خلينا نشوف، مستعدين؟ 1 2 3 جو. 3,300,000، ممتاز. 3,500,000 يعني تقريبا ممتاز، يعني هيك صار عندي سيارتين سعرهم بالملايين، هاي واللي ربحتها بالمقطع السابق. فاذا بدكم كل فيديو نعدل في سيارة من هالسيارات، اكتبوا لي تحت بالكومنتات نعدلهم وندهنهم لون صح على البيت الجديد. خلينا يا شباب هلا ننزل البي ام ونعبي لها بنزين. ننزلها ليوم، بدنا ننزل يا شباب البي ام ونعبي لها بنزين، ونروح نشوف لنا بيت مرتب اذا ضفرنا، على اساس انه الحلقة الجاي ان شاء الله نشتري بيت. فاستعدوا لحلقة شراء البيت، راح تكون هي الحلقة الجاي. طبعا يا شباب حاليا وصلنا على المكان تاع اللي عند البنيت، هات نيجي نشوف لنا بيت. هدول بيحكوا بدهم يطرشوني شكلهم. في عندكم يا شباب هذا البيت 21 مليون سنة، 7,500,000، شو بده هان؟ invite to say to hello. انساني منك يا زلمه، انت بدك تشتغل فيه، بده انه اقبل انه اسلم عليه. في عنا 28 بيت، هذا البيت 8 مليون. لا طبعا انا بدي بيت يكون 9 مصفات، 9 باركنجات، ولو كان بقلب عماره مش قصه. ففي عندكم يا شباب هذا البيت، خلينا ندور، 6,800,000. لا اعوذ بالله، شو طلع هذا البيت اخر الدنيا، جزء برا المدينه. بدي بيت جوا المدينه انا يا شباب. هذا 5 مليون، 6,500,000، 20 مليون، 7,600,000. لا 9 باركينج، 35 مليون. في شباب كانوا ينزلوا بيوت سعرها 5 مليون، ورشيتكم اياهم بالحلقة السابقة، بتيجي بقلب عمارة زي هاي العمارة تماما، 7,500,000 منزلينه. في كانوا مرة نزلوها هاي 5 مليون زي هيك، هاي طبعا 11 مليون، اعوذ بالله. 1,100,000 هاي، 3، لا 11 مليون. فراح اصد لي واحد بقلب هذيك العمارة ان شاء الله زي هيك مثلا، او هذيك العمارة، وانه نحاول نشتري. هات 5 مليون هلا بقدر اشتري، بس انا يا شباب بدي بيت يكون صح، يعني راح اشتغل طبعا على المصاري الحلقه الجايه ان شاء الله، راح اجمع لي كم باكج نفتحهم معكم على اساس انه نجمع مصاري عليهم بزياده. شو راح نعمل؟ راح نشتري بيت ان شاء الله الحلقه الجاي. واذا بدكم زي ما قلت لكم تعديل للسيارات
اكتبوا لي تحت بالكومنتات، راح نصير كل حلقة نعدل سيارة ونظبطها. فيا شباب، حاليا فتحنا باكيجات بالفيديو، استعرضنا السيارة الجديدة اللي طلعت لي، جمعنا مصاري، شفنا بيوت. حاليا يا شباب طبعا ما بعرف اذا الفيديو صراحة صار عليكم طويل، مثل ما قلت لكم سابقا ما بدي الفيديوهات تكون عليكم طويلة، بدنا نحاول نعرض اشياء مهمة بالفيديو تكون، كيف اقول لكم، ما بديش الفيديوهات تكون مملة صراحة، بدي الفيديوهات تكون محمسة للمتابعين عشان يجوا الناس يحضروها، بس انضربت ترندات الناس تكيف عليها. في هون يا شباب هذا الباكيج حقه 20,000، بيطلع لك 10 حبات، اذا طلع لك 10 حبات من اللومينيس ستون هاي تنباع الحبة تقريبا نص مليون مليون، فالصراحة تجارة صح. راح اجرب منه 10 ضربات او 5 ضربات، تفتح الضربة الاولى راح اجرب على هذا اشوف ممكن يطلع الاشي محرز، 10 ايميرالد. افتح حاليا الضربة الثانية، والله شباب نفسي الصراحة يطلع لي هي كمان 10 ايميرالد. طبعا صفى معي 5,900,000، طبعا بدي احاول ما انزلش المصاري كثير على اساس ما اتخوزقش فيهم يا معلم. نضرب حاليا يا شباب الضربة اللي بعدها، والله نفسي يطلع لي ستون كبر هذا ولا مش عارف شو. اضرب شباب، نفسي يطلع لي هذا اللومينيس ستون هذا، بعرف شو اسمه هذا هذا هذا، يا رب. طبعا احنا حاليا فتحنا عليها 5 فتحات يعني ب100,000، احنا حاليا صرنا صارفين على هذا الباكيج 100,000. راح نفتح حاليا كمان 5 نجرب حظنا صراحة، اذا بيطلعوا لي ببيعهم بكسر السوق فيهم وبربح فيهم. نفتح حاليا يا شباب، والله سلخونا بالسعر. نفتح ضايل 3 ضربات، يا رب يطلع لي، يا رب صدقا يطلع لي الميرس ستون هان. ضايل بعد هاي اخر ضربة، يا رب يا رب يا رب، يلا والله اخر ضربة نفسي تطلع لي، ما طلعت ليش للأسف. جربنا عليها ب200,000. شو هذا الروبي هذا اللي هون؟ بعرفش صراحة هذا اذا نادر ولا لا. فجربنا عليها ب200,000 ونزلت المصاري، خسوا المصاري، مش قصة فداكم، فدا المتعة وفدا الحماس، وان شاء الله الحلقة الجاية برضه بنرد بنجرب عليها لحد ما يطلع لي العشرة ليمونس ستون. فبحبكم جميعا يا شباب، بحب احكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم بالحلقات القادمة. Let's go.